هو فعلا في دورته الأولى، والفكرة جاءت من أنه حبينا الطلبة متاعنا ينفتحوا على شركائنا في عالم الأعمال، وأيضا شركائنا في العالم الأكاديمي. الأربع الجامعات اللي احنا نتعاملوا معهم في أوروبا هما اللي جاءوا حضروا معنا، يعني اللي احنا استدعيناهم وهما جاءوا، هي جامعة سيزي جروب موجودة في ليل وموجودة في روان، هي جامعة خاصة، ثم لينبي اللي هما الانستيتيو ناسيونال دو بوليتكنيك في لورين، ثم لينبي الانستيتيو ناسيونال دو بوليتكنيك بوردو، ثم SUAS اللي هي شمالكالدن يونيفرسيتي اوف ابلايد ساينسز، جامعة ألمانية للعلوم التطبيقية. احنا قادمين على ثورة صناعية رابعة، الثورة هذه اللي هي اندستري 4.0 اندستري 4.0 تهدد 70% من الوظائف ومن الأعمال اللي موجودة اليوم. يعني ممكن نقوله أنه بعد 10-15-20 سنة 70% من الأعمال اللي موجودة والوظائف اللي موجودة توا لن تكون موجودة. طبعاً باش تخلق وباش تحط مكانها وظائف أخرى، برشا ناس يتصوروا أنه روبوات هي اللي باش تولي تخدم، لا مش صحيح. يعني يلزم ثم عباد أخرى باش تخلق وبتأفكار أخرى وبطرق أخرى متعامل، لكن احنا نحضروا الطلبة متاعنا للأفكار هذه ونحضروا الطلبة متاعنا للعالم الرقمي الجديد اللي باش يتوجد في تونس وفي العالم من 2030-2035-2040، واللي هو كما قلت للأسف باش يقضي على 70% من الأعمال الموجودة، لكن باش يخلق أعمال أخرى يلزم يكون الطالب مستعد لها. انتقلوا ديجا الى منطقه الى مرحله التطبيق، لانه اولا اذا كان نحكيوا على الطلبه اللي تخرجوا من تيكاب مثلا من 2017 الى 2022، الحمد لله معناها عندنا نسبه عاليه جدا منهم خرجوا لبرا، وحتى اللي قاعدوا في تونس يخدموا في شركات ملتي ناسيونال ويخدموا في المجال هذا. اخترت انه يكون ليتيديون عنده خيارين، عنده خيار انه يكون اكاديمي بحت يكملوا باش ياخذ الدبلوم نتاعو، لكن عنده خيار ثاني يمشيوا له البهين والنجاح واللي عندهم الإمكان أنهم يضحيوا بوقتهم في سبيل أنهم يعملوا تدريب مجاني تقدمه لهم شركات كما سيسكو، كما إي بي إم، كما جوجل، كما أمازون، كما أوراكل، كما مايكروسوفت. هذه الشركات الكبرى في العالم، التدريب متاعها غالي برشا، تيكاب تعطيه لهم مجانيا، والسيرتيفيكاسيون يعني شهادة التبريز اللي تحصل عليها الطالب في نهاية التدريب كذلك غالية برشا، ولكن تيكاب تعطيها لهم بالمجان، فقط إيجا أقرأ وأنجح وخذ، لأنه في الأخير احنا متأكدين أنه الإنسان باش يتحصل على الشهادات هذه على السيرتيفيكاسيون هذوما راهو الحظوظ نتاعو في سوق الشغل العالمي تتضاعف بطريقة هو توا كإتيديون مازال ما يتخيلهاش، لكن بعد ما يتخرج يفيق بها. تيكاب يونيفرسيتي مش أول مرة تعمل إيفنت هكا، دونك هذا ديزون رابع ولا خمس إيفنمون نحضر فيه يكون بالطريقة هذه. دونك أهم حاجة تركز على تيكاب خلف إنها جوست عنا بروجرام تاع قراية عادي معنا كيما اليونيفرسيتي أخرين، اللي هي ديزون 7% اللي أي إتيديون تونسي نجم يهزها. تيكاب قاعدة تركز على البورسنتاج الآخر اللي نجم يعاونك باش توصل من بعد تعمل حاجات أخرين كيما الكونتاكت، كيما السيرتيفيكا، كما أنا تنجم توفر لك opportunity باش أنك تخرج البر. وأنا نحكي كأتوديون حضرت في الكونغري، ومام طان الكونغري هذا كان زادا فيه training وإلا فيه دي workshop نقريو فيه دي سيرتيفيكا آخرين. أنا مثلا في تيكاب هزيت سيرتيفيكا اللي هي OCP من عند أوراكل السوسيتي المعروفة البرة، بهزيتها بسكور بي، دونك خليت أعطتني la possibilité en نجي في الايفنت هذا او ميم طون كبارتيسيپون في لي كونغري اللي فيهم لي فاكولتي من برا، وزاد النجم نقري سيرتيفيكا للليتيديونيت اللي معايا. راو انه لي جون لازمهم يخدموا اكثر باش يلقاو الفرصه تاع الخدمه، مي راي الخدمه مازالت موجوده في تونس، مازالت موجوده، جست العباد لازم تعرف كيفاش تخمم. يعني لازمك تبدل النوسيون تاع التخمام نتاعك، خاطر كان باش تخمم كيما الناس الكل ماكش باش نجم توصل تلقى خدمة. Il est nécessaire pour le travail dans la mesure où ce congrès permet de montrer à l'étudiant qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances techniques. À ces connaissances techniques-là, il faut associer un savoir-être qui lui permettra de bien s'intégrer dans le milieu professionnel. Déjà, l'expérience d'un tout nouvel environnement, d'échanger avec de nouvelles personnes. Et déjà, la Tunisie n'a pas le même cadre de formation que le Cameroun.
dans la mesure où ici l'encadrement est plus axé sur l'étudiant et sur le savoir-faire, et qui n'est pas du tout pareil pour le Cameroun. Donc ça permet de s'ouvrir l'esprit et de mieux échanger avec les autres. Comme ce workshop, il est principalement basé sur l'association du savoir-être et du savoir-faire, qui sont deux éléments qui doivent concilier ensemble pour pouvoir mieux s'adapter et mieux s'épanouir dans le milieu professionnel. Tout le monde l'a vécu, que ce soit tunisien ou pas tunisien, tout le monde l'a vécu d'une manière ou d'une autre. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a du bien et du mauvais partout. Donc c'est un événement qui a eu lieu, c'est passé, alhamdoulilah.